لا ترخصي لا تهوني، نفديك روحي فصمم عيوني، نحميك من يريد لك الدوني يا غالية يا نوريا. نعم، قول صباح الخير. يا لله يا لله، هك قمت بكري مزغرطة. أودي مانيش مليح، قولي شي عندنا هنا كانصة. عليه دجاجة أنت، امشي البرهين تا يقول لك شبيك، أنا نقول لك لاباس. أودي أنا مانيش نحس روحي مليح، كل الشغل غادي توجعني هذي. باغية توجعك، مازلت ما وجعتكش. أيا برا امشي أقضي تتولي لاباس عليك، هذاك لونغواس. أنا ما نخرجش من هنا غير شوفني برهان، وين على بالك؟ بالك تمشرا لي بعيد الشر، وأنا عارف أنا. اون سي جامي هادي دنيا، ولو كان طقطق لي ونموت ماشي نحصل في روحي. لطف عليك بعيد الشر. نوري رميت القاتله ترا غزر لي في عيني. يا لله يا لله يا لله، فيقه بيك تمثل علي. اما ما يسالش برا ارتاح وبعث لي الباجي. هاي شنقول لك يا نوري، انا ما غلطتش ما نسويش معاك. شنقول لك بيزو. يا لله يا لله يا لله، لا 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 لا. بيا مرحبا مرحبا، شرفتني ونورتني يا سعد يا هنية. بهي الراشدي حبايا. الله يسلمك يا نورية يا العزيزة، الله يعلي مقامك ويرفع من شانك ان شاء الله، وصحة رمضانك كل عام وانت بخير. وانت زيدة ان شاء الله، ربي يحييك لامثاله. يسلمك. قولي لي بجاه ربي، واش راه سيدي نوري؟ نقول لك الحق، متعبني. يا رجال كامل كيف كيف يا رمضان، تعرفيهم يتقلقوا بصح قلبهم حليب الله يبارك. واش راح ديري في الطرق؟ قولي لي بجاه ربي. حرت، عندي مرا عزيزة غالية كيفك انت، حرت اش نطيب لك. انتي كامل تحيري، الله يبارك، كوزينتك عامرة دايما. يعيشك. قولي لي واش عندك في الكوزينة؟ عندك اللحم بقري؟ عنا. اي الله يبارك. وعندك الدجاج؟ اي. مرحي؟ نرحيو. خلاص. وعندك البصل والثوم؟ اي عنا. وعندك قولي لي المعدنوس؟ اي. وعندك فلفل الكحل والقرفة؟ اي نفحات الكل. عندك الحميصة مشمخة؟ اي الله يبارك. وعندك الكرنب؟ اي 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 اللبهية، الكرنب ما عنديش. اما مش مشكل، الباجي تو نبعث ونجيب الكرنب في رمشة عين. يعطيك الصحة. تعرفي شنو راح نديرو؟ شنو؟ نديرو اليوم الكرنب نديرو حمر، كاين اللي يديرو بيض وكاين اللي يديرو حمر، الدولمة تاع الكرنب. الله الله، نطيب لك على عيني وراسي. ونتعاونوا يا العزيزة، وانا نحط يدي. ليه عاد انت ضيفه وهو انت اللي طيبه. يا اخي تعرفيني يا العزيزه، انا وين نروح داري وين نروح نحب نحط يدي. نحبش نسلم كتفين يديهم. نقول لك الصحه ان شاء الله ديما تحرك ولا بيس. يسلمك يا العزيزه، يعطيك الصحه. ماه فهمنا. خلاص يلا نحضر لك كل شيء ونطيبه مع بعضنا. نبدا بسم الله. اللبهية حضرت لك اللي طلبته الكل، اللحم موجود، الفحات اللي انت طلبتهم، الملح، الفلفل الكحل، راس حانوت، والثوم والبصل، الطماطم باش نعملوها حمرا، والدجاج هاني رحيتو. يعطيك الصحة. السلام. هيت ما لقيت حبة تاع كرم الاخرى. بس الخير، واش راكي تاتا بهية؟ مساء الخير وصحة رمضانك. الله يسلمك، تراكي مليحة؟ الحمد لله يا ربي. الحمد لله. باجي وين ماشي؟ راح نخدم على روحي. هيت الصرف هيت. يو كان في يدك وانت راح نمدولك. خير حالي. نبداو بسم الله. أيوة بسم الله بسم الله بنتي. ملا حطي الحيمة هذه. الحم لولين. يال وزيدي لها شوية زيت من فوق. اي شوفي نحطو كل شي بارد في بارد. اي ها اي هكذا باش نغصبو ونتكلو على ربي. الزيت اي بيه. حطي شوية بصل. نحطو البصل. زيدي شوية تاع الثوم. نخلي منه شوية لل خلي شوية للكرم. خلي شوية. نعم العقدة. اي حطي شوية ثاني الثوم. اي
هذا الثوم كيف كيف نخلي منه شوية؟ خلي منه شوية ميلة ايه؟ ودير شوية فلفل الكحل. يال كيفاش تعدي نهارك اللي باهية في رمضان؟ وزيدي شوية نتاع الملح. ايه رمضان يا نجوب وشوفي وحدة الشيء ما نقول لكش عليه. كيف الله يبارك. أنا شوفي في رمضان دايما سبحان الله العظيم عندي ولا ما عنديش لازم نخرج كل صباح. ايه ما ديريش هذيك القرفة على خاطر تولي كحلة. ديري قرفة عود باه هاي هاك يعطيك الصحة. الطماطم زيدي طماطم على خاطر قلنا نديروها حمراء حمراء. أنا في رمضان نخرج كل صباح نروح للمارشي نروح للسواق الشعبية اللي نحبها نموت عليها. اي صحة صحة. شمو فيها ريحة رمضان يا العزيزة؟ والله اي تفوح. واش نقول لك كل صباح تعرفي واش نشري حتى إذا كان عندي حاجة في الدار؟ لازم نشري الخبز كل يوم جديد ولازم نشري الحشاوش كل يوم جديد. إيه صحة صحة. وندخل لداري طيب فطوري بطبع وشان نحب نطيب بكري نقول لك الصح. ايه وانا اللي ندير كل حاجه في الدار. ايه لا من الاكل ولا من الحلويات. اه مالح وحلو وطيب. مالح وحلو يا لله تبارك الله. وحتى حاجه ما نشريها الحلو من برا محال. ندير القطايف ندير قلب اللوز ندير الله يبارك الصامصات على عجين نموتوا عليها في رمضان. يا لله يا لله صحة. ونديروا السيكار نديروا التشارك نديروا المقروط العسل اللي معروف كل شيء في الدار. كل شيء في الدار كما قلتي. يعطيك ألف صحة. الله يسلمك. أنا باش تقولي على سر لازمك تقولي عليه هو يمكن سر يمكن لي. كيفاش عاملة باش تقعد مزيانة وترنكوشة وحلوة عسل كيفاش تعمل؟ الله يسلمك. قلبي بيض ونحب كامل الناس والله يا العزيزة والله ما نعرف نكره حتى واحد. عمري ما نبات غضبانة اللي لهنا لهنا والله صح. ايه يا نورية هذيك هو السر. وانت قليل الله يبارك عليك. انت عسل والله العظيم عسل. ايه قولي شنية جديدك؟ والله الحمد لله تعرفي يا نورية هذا العام خدمت كثر من خدمة. الحمد لله الحمد لله. الحميصة ديريها على عزيزة وروحي خليها تتقلى بالطبع والشن. هي إيه؟ في الحقيقة نخلوها ان احنا نقلوها بلا حميصة. ايه من بعد نمرقو ونديروا الحميصة. اليوم مش باش نقليوها باش نمرقوها. يعطيك الصحة. ايه خلاص مرقي وحطي فوق النار. يلا نحطها. ايوه قلت لي السنه خدمت اكثر من حاجه. خدمت ان شاء الله مع عندنا النفق اللي خدمناه العام اللي فات هذا العام يجوز مع بشير سلامي وهذا العام يكون نقول لك واش خدمت. شو خدمت؟ مع جعفر قاسم. ايه وانا قريتك في كيفاش بدلك؟ ماشي بهي اللي يعرفوها الناس. ايه يعرفوك ديما في الادوار ناس طيبه ناس مليح ديما 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 محليك معني. الله يسلمك. حتى الله مرة ما خدمت شريرة. خدمت لكن خدمة صغيرة هكذا. اي خدمة صغيرة هذا خطر على كان عندي دور رائع مع السي تعرفي جعفر القاسم لأول مرة نخدم معه. وحبيت الخدمة معه إنسان ظريف إنسان مؤدب والشي اللي عجبني الله يبارك كل شي متوفر. ما خلناش سبحان الله نديروا حتى ملاحظه ولو صغيره واحده. الله الله مالا باش نشوفوك في دور جديد ان شاء الله. دور جديد ان شاء الله تاع المراه هذيك الصارمه صاحبه المواقف النهائيه لا رجعتها فيها اللي ما تشبهش الادوار نتاعك. روحي حطي فوق النار نحطوها طيب ونجي نرجع نكملوا. مرحبا يا عزيزه. حديثك عسل. مرحبا يا نوريه. مرحبا مرحبا. اي الطنجره نتاعنا على النار. ايه وتوا باش نحضر الكرنب. الكرنب لازم تحطيه ورقات ورقات في ماء سخون يغلي. اي وتنحيه ومن بعد نوري لك كاش ندير. حاضر نحضرهم وهاني جايه. يلا الا بهية راني حضرت الكرنب كيما انت قلت لي حطيته في الماء سخون ورقه ورقه وجبته. يعطيك الصحه العزيزه. نحي له هذاك العسلوج هذاك. ايه شفتي دركا نوجدوا لافاخس. اوكي العقده هذا الكرنب يعطيك الصحه.
وهذا الدجاج نتاعنا ملحي درتي له البصل زيدي كملي هذاك زيدي الثوم الثوم فوالا زيدي المعدنوس ايوه زيدي مغرفه صغيره روز. الرز ايوه الرز مليح يلبي يخلي العقده شويه المرقه عاقده يزي هكا فيها بركه فيها بركه اوكي تعرفي هذا معدنوس نقدروا نعوضوه بالحشيش مقطفه يعني القصبر اي يولي اذكى وافوح اي نعم تولي فيه بنت العصبان اي لا علينا لو كان نديروا شويه نتاع القرفه هذا الخضره قرفه مرحيه اي هذه القرفه شويه برك وشويه نتاع راس الحانوت اي زيدي ثاني فلفل كحل فلفل كحل اي والملح وهذا الملح خلاص على بركة الله ونخلطو طميها بالطبع والشان احنا نخدمو دايما بيدينا بصح معليش مغير فخير نخلطهم وها باش نخدمهم بيديا الله الله أيوة. عليك يعطيك الصحة يعطيك الصحة الا بهي نعم يا العزيزة هالمدة هذي ايه؟ حال الفن والفنانين بالفترة هذه اللي احنا فيها كيفاش؟ اي والله حال الفنان والفنانات العام اللي فات كنا شويه محصورين وشويه مغبونين هذا العام تعرفي يا نوريه يا العزيزه الحمد لله اللي نسقسيها تقول لي خدمت وخدموا في اكثر من عمل الحمد لله ويقولوا هذا العام في التلفزيون الجزائري كاين مش غير في المحطات الاخرى ثاني كاين اكثر من 10 اعمال جديده يا عيني يا عيني الله الحمد يبارك لله. الله يبارك الحمد لله الحمد تعطيني لله. شويه بابيي هاك يا هذي. عزيزه تفضلي خلطنيها يعطيك الصحه اي نبدا هذه الكرم حلي الوريقه تاع الكرم شفتي وري لي كاش تطميها انتيا ناخذ شويه من الحشو هذا الله نحطوه ايه نزيد ولا سافا؟ سيب خلي هكاك سيب باهي ريحة فاوحة شفتي ما شاء الله وباش نسكرها لين تولي لي ملفوفة بالقدا يعطيك الصحة شفتي باهي يعطيك الصحة ونكملها هكاك انت عندك يد سخية الله يبارك ديري كل شيء كبير الله يبارك الله يبارك فين الله يبارك الله يبارك القلب الكبير واليد الله يبارك السخيه والقلب يعيشك الابيض يعيشك ايه الحمد لله احكي لي على قبل بربي ايام زمان ورمضان واللمه ها شوفي يا نوريه يا اختي يا العزيزه ايام زمان دوك الشباب يقول لك بركونا من ايام زمان كي يكبروا ويولوا في السن نتاعي يولوا يعرفوا باللي زمان ذكرى شابه حتى كان ما يكبروش اذا كان ما حكيناش على ايامات زمان كيفاش راح يتعلموا هما حنا يا ايامات زمان شوفي في رمضان بيوتنا كاع محلوله كنا تعرفي نتخاطفوا ونتسابقوا في رمضان شكون اللي يدي هذيك المراه الكبيره شكون اللي يدي ذاك اليتيم شكون اللي يدي طالب بالعلم نفرقوهم على جيراننا وعلى احبابنا ونعشوهم ونفطروهم معنا في رمضان وحنا فرحانين دي. تعرفي ايام زمان كانت حلوه بزاف واش نقول لك اللي صوم ثاني لاول مره نديروا له حفلات كبار اللي صوم اول مره تعملوا له حفله اللي صوم اول مره كاينين حنا وليداتنا نعودوهم يصوموا كي توصل الساعه 12 يعني منتصف النهار نقول له خلاص صيامك راه كمل نعلموهم يصوموا بالنص نهار نخيطوه يعطيك الصحة نخيطوا النص نهار تاع البارح تاع اليوم وهو نهار ايوا كي يلحق ليلة 27 يصوموا تاع الصح هكاك يتعلموا يصوموا نعلموهم وليداتنا ابتداء من شعبان على خاطر كثرتنا احنا ناس المسلمين نصوموا في شعبان قريب كامل كاين اللي يصوموا اي دونك نعلموهم ابتداء من شعبان يجي رمضان هو يطلبك يقول لك كاينين اللي يبكي ويقول لك علاش ما تخلينيش نصوم ايه؟ من قوه اللي تعودوا يصوموا يعطيك الصحه يا لطيفه كلامك عسل الله يسلمك حضرتهم به الله يبارك عليك الله يبارك توا انا نهزهم نحطهم في الطنجره يعطيك الصحه
وبعد ما نحطوهم في الطنجره باش نستنيوها تطيب وكهو. اللحم هو تقريبا راهو طاب. يعطيك الصحه. هكا نحطهم بشويه باش ما يتهلكوش. روحي بنتي ونشوفوا كيفاش باش تطيب. دولمه بالكرم بحضرت، شوف محليها ومزينها البلان تاعنا. يعطيك الصحه. يعطيك الصحه كيما ريزه. انت يعطيك الصحه على هالدباره المزيانه. باش نكمل نزينها بشويه قارص. باش تبدا تشهي كيكا. شفتي شفتي. يعطيك الصحه. خالتي بهيا كي راكي؟ مساء الخير، واش راك؟ الحمد لله يا ربي. رمضانك بالصحه ولهنا. انا مانيش مليح الهبل شويه. واش بك غير الخير؟ خطره نقول غادي توجعني منها ساعه مازال ما وجعتنيش كاع. هذا ما يكون لا وسواس. يا خي راك تصلي؟ بيان سور، من جمعه لجمعه. المهم انا غادي نروح نعود مولاي. وانت غاولي باش توجدي فطور، فهمتي ولا؟ حاضر مولاي. اتهلاو في راكم. والله خير خالتي بهيا. مشي بسلامة. شنو هذا كل جمعة؟ يعطيك الصحة على كل حال. شرفتني ونورتني. إن شاء الله ديما نشوفك هكا فرحانة وديما الضحك على وجهك. الله يسلمك، وإن شاء الله رمضانك بالصحة ولهنا، وصيامك مقبول. يعيشك. وصحة فطورك. يعيشك. ويعطيك الصحة. إن شاء الله إن شاء الله عجبتكم الدبارة، أكيد باش تعجبكم ما ديمها الدبارة من عند بهية. نقول لكم غدوة إن شاء الله ملتقانا في نفس التوقيت كوجينة عاشور، ما تبعدوش ديما ديما تبعونا. باي باي وصحة فطوركم. دولما كرومب للمقادير نستحقوا راس كرومب، نحطوه في شوية ماء ونفرقوا الأوراق نتاعو، 6 طروف لحم بقري، بصلة مقصوصة، زيت زيتونة، سمن، زبدة، مغرفة ماكلة طماطم معجونة، كعبة طماطم حمص، فلفل حكري، كزبر مرحي، فلفل أكحل وربطة متاع كزبر. للحشو نستحقوا لحم مفروم بقري، بصلة مقصوصة صغيرة، ثوم، ونخلطوا كزبر مع دنوس مقصوص طروف مع الشابلور. نستحقوا العظم ونستحقوا ملح وفلفل أكحل زيدة وكروية. خذ لي لحم مفروم وفلفل حار باش نطيب طاجين كفته حار. الحار ترشي ولا ماشي ترشي؟ او يا بيجي، عمرك ريت حار ترشي ولا ترشي حاره؟ عمري ما ريته. وانت شتيه؟ مين ماشي انت مولا جاود الله يرحمه؟ مولا جاود شكون؟ اي الله. يا سكان المملكه، بلغ هام. الغايب يعلم الحاضر، ورانا عارفين باللي راه قابلتكم اللقيه وباغيين تضحكوا وتتهاو. بصح رانا نوعدكم باللي يا ريقلوها يا ما ريقلوهاش. ديروا لنا جزيعه. تلشاجي جزيعه واقضي على اللقيه، حصل على افلام، موسيقى، العاب ومحتويات حصريه مع جيزي.